داء الإشمانيات الجلدي. يعتبر داء الإشمانيات مرضا شائعا جدا في العالم على اختلاف أنواعه الباطنية والجلدية، وأكثر الأنواع انتشارا هو داء الإشمانيات الجلدي. يصيب داء الإشمانيات الجلد الجلد ويؤدي لظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها لبضعة سنتيمترات وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة. ينجم داء الإشمانيات الجلدي عن طريق اختراق طفيليات أحادية الخلية من النوع الإشمانيات إلى الجلد أثر تعرض المصاب للسعة من أنثى ذبابة الرمل. يستطيع هذا الطفيل العيش والتكاثر في داخل خلايا جهاز المناعة التابعة لجسم الكائن الثدي، كما أنه بإمكانه العيش والتكاثر في أمعاء ذبابة الرمل. يؤثر هذا المرض على الثدييات والبشر ويهاجم مختلف الأعضاء. طريقة العدوى: لا ينتقل هذا المرض مباشرة إلى الإنسان، ولا يمكن أن تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر إلا في حالة عمليات نقل الدم، بل يكون انتقاله غير مباشر، فينتقل هذا الطفيل إلى الإنسان عند تعرضه للدغة من أنثى ذبابة الرمل التي تكون قد أصيبت بالعدوى عند لسعها لثدي مصاب. أنواع الإشمانية: الإشمانية الجلدية والإشمانية مخاطية والإشمانية حشوية. أعراض داء الإشمانية الجلدي: يبدأ المرض بظهور كتلة صغيرة حمراء اللون في الجلد، وذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد التعرض للسع. علاج داء الإشمانية الجلدي: عند ظهور آفة واحدة من الإشمانية تترك مكانها أثرا صغيرا لا يشكل خطرا، لذلك لا توجد حاجة للعلاج، وبالإمكان الانتظار حتى يزول المرض بشكل تلقائي. أما عند ظهور آفات في الوجه وآفات متعددة في الأطراف، فيمكن استخدام مراهم تقتل هذا الطفيل أو عن طريق الحقن. تشخيص داء الإشمانية: يعتمد تشخيص داء الإشمانية على إجراء الفحص المجهري المباشر لعينة يتم أخذها من الآفة في الجلد، ومن أجل تأكيد التشخيص يمكن إجراء زرع استنبات، كما يمكن اللجوء في بعض الأحيان إلى فحص تفاعل البوليمارز المتسلسل. كيف يمكن أن تقي نفسك من هذا المرض؟ عن طريق تغطية مناطق الجسم المكشوفة واستخدام طارد للحشرات.